في الطبيعة هناك رابحون وخاسرون، فنتائج منافسات الحياة والموت تعتمد على اللحظة الأخيرة. يعتبر كثيرون الأفعى أكثر الزواحف إثارة للرعب. حيوان الزباب هو حيوان فرائي من الثدييات، ويتغذى عادة على الحشرات والديدان واللافقاريات الصغيرة. هذه الأفعى المخططة غير السامة كجميع الأفاعي آكلة للحوم، إنها تبتلع فريستها كاملة وتفضلها حية. حين ترى الأفعى المخلوقة الشبيهة بالفئران تعلم أنه حان وقت الغداء. لكن الزباب لديه أفكار أخرى عن طريقة سير الأمور بالنسبة لهذا الغداء. هذا الحيوان الصغير لديه أفضلية صغيرة، فالزباب سام مثل أقارب هذه الأفعى. تغلب هذا الحيوان الجريء على خصمه من الزواحف واستطاع تفاديه وهاجمه في نقطة ضعفه، بينما استطاع الابتعاد عن رأس الأفعى. الزباب قصير الذيل، وهو الحيوان الثدي السام الوحيد في أمريكا الشمالية. والمدهش أكثر أنه أحد أكثر الحيوانات الضارية نهماً في العالم،